نروح بقى نتابع آخر تطورات الموقف بالنسبة لموضوع المركب أو الصندل اللي غرق في النيل والفوسفات، ووصلنا لحد فين في القصة دي. النهاردة دكتور خالد فهمي وزير البيئة قام بجولة تفقدية لأعمال شفط حمولة مركب الفوسفات الغارقة في مية النيل بقنا، ووزير البيئة قال خلال جولته أنه تم الانتهاء من شفط 90% من شحنة الصندل الغارق أمام كورنيش مدينة قنا، وأن أنه جرى نقل هذه الكميات لصنادل أخرى تمهيدا للانتهاء من إجمالي شحنة الفوسفات. النهاردة الوزير عمل يعني وزير البيئة عمل موقف لطيف يعني عشان يطمن الناس، راح وشرب من المية ويعني هزر كده مع الصحفيين اللي كانوا مرافقين ليه في جولته، وقال أهو أديني بشرب قدامكم، وكلموني بقى على الظهر اطمنوا علي. واحنا وفقا لمعلوماتنا يعني الحمد لله الوزير بخير، ويمكن نحاول نكلمه برضه نطمن عليه ونسلم عليه. لكن على كل الاحوال نرجع للجد.